شكرا، الحمد لله على السلامة. شكرا والحمد لله على السلامة. نستكمل الشوط. Thank you.
one more time. Get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand. Let's live our dream. Some more time. Get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand. Just you and me. Some more time. Get ready, we are so divine. Blue water and yellow sand. Let's live our dream. Some more time. تابع نتائج الفحل 249 اس كيو جبران للمالك السيد عبد الله سعيد محمد الحمودي، الهوية العربية 19 اربع مرات، 18 ونص 19 مرتين، الرأس والعنق 19 18 ونص مرتين 18 ونص 19 مرتين، الجسم 18 خمس مرات 18 ونص 17 ونص، القوائم 15 15 ونص 14 ونص 15 15 ونص 15 14 ونص، الحركة 19 18 ونص 19 أربع مرات 19 ونص، ليصبح المجموع 89.71. The total points is 89.71 for the stallion number 249 SQ جبران owned by Mr. عبدالله سعيد محمد الحمودي. I'm okay, but it was a real close call. You went from
إلى نتاج الفحر رقم 250 مادر المادر ملك مربط المادر للخيول العربية. تفاصيل الفحل الهوي العربية 19 بإجماع الحكام الرأس والعنق 19 18.5 مرتين 19 مرتين 18.5 19 الجسم 17.5 18 ثلاث مرات 17.5 18 17.5 القوائم 6 مرات 15.5 15 الحركة 19.5 مرتين 19 19.5 19 18.5 و 19.5 ليصبح المجموع 90 نقطة. ستاليون 250 مادر المادر owned by المادر Arabian Horse Stud got a total of 90 points. نتابع نتائج الفحل 251 روان الهواجر للمالك السيد صالح السعيد محمد المنصوري. الهوية العربية 19.5 بإجماع الحكام. الرأس والعنق 19.5 19 و19.5 من باقي الحكام. الجسم 18 مرتين 17.5 19.5 18 مرتين 18.5. القوائم 15 15.5 15 مرتين 15.5 15 14.5. أما الحركة 19.5 مرتين 20 19.5 مرتين 18.5 19 ليصبح المجموع 91.57 نقطة. The total points is 91.57 for the stallion number 251 روان الهواجر owned by Mr. صالح سعيد محمد المنصوري.
تابع مع النتائج الفحر 252 مقدام قلفة للمالك سيد زايد سعد عايض حزام القحطاني. تفاصيل الفحل: الهوية العربية 4 مرات 19 19 ونص مرتين 19 الرأس والعنق 4 مرات 19 3 مرات 19 ونص الجسم 17 ونص 18 ونص مرتين 17 ونص مرتين 18 و 17 ونص القوائم مرتين 15 أربع مرات 15 ونص 15. أما بالنسبة لحركة الفحل مقدام قلفة مرتين 19 18 ونص 19 مرتين 18 ونص 19 المجموع 90.14. The total points for Stallion 252 مقدام قلفة owned by Mr. زايد سعد عايض حزام القحطاني. نتابع نتائج الفحل 253 ربدان آر للمالك السيد محمد هيثم محمد بن فريش الكندي. الهوية العربية 19.5-19 19.5-19 وثلاث مرات 19.5. الرأس والعنق 19.5-19 وأربع مرات 19.5-20. الجسم 18-17.5 و 18 ثلاث مرات 18.5-18. القوائم 15 أربع مرات 15.5 مرتين 15. أما الحركة 19-18.5-19 18.5 و 19 مرتين 19.5 ليصبح المجموع 90.93. The total points is 90.93 for the stallion number 253 ربدان آر owned by Mr. محمد هيثم محمد بن فريش الكندي. Thank you.
Thank you, Judge. الحمد لله على السلامة. إلى نتيجة جديدة وصدارة جديدة، الفحل 255 AHM متغطرس. لتفاصيل الفحل الهوية العربية 3 مرات 19.5، 19 و3 مرات 19.5، الرأس والعنق 5 مرات 19.5، 20 19.5، الجسم مرتين 18 17.5، مرتين 18 18.5، القوائم مرتين 15.5 14.5، 15.5 16 15 15.5، الحركة 19.5 و20، مرتين 19.5، مرتين 19 19.5، يصبح المجموع 91.79. 91.79 the total points for Stallion 255 AHM متغطرس owned by Mr. أحمد حمد سليمان المطلع اليماحي. تابع نتيجة الفحل 256 عنبر البديع للمالك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. الهوية العربية 19.5 مرتين ومرتين 19 18.5 19 مرتين، الرأس والعنق 19 19.5 و19 مرتين 18.5 19 مرتين، الجسم 18 6 مرات و17.5، القوائم 15.5 3 مرات 16 مرتين 15.5 15، الحركة 19 مرتين و18.5 19 مرتين 18.5 19، ليصبح المجموع 90.43. The total points is 90.43 for the stallion number 256 عنبر البديع owned by His Highness شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي.
is not equal tension. Turns out I'm still the same kid, falling hard for affection. And it hurts so bad when it's over, when we both wake up and we're sober. But got that first little moment, feeling you leaning closer. Hear you say goodbye. وإلى نتائج الفحل 257 مهاب بي اتش ام للمالك سيد طلال حميد محمد حميد المسكري. تفاصيل الفحل الهوي العربية مرتين 19.5 19 19.5 مرتين 19 19.5 الرأس والعنق ثلاث مرات 19 19.5 مرتين 19 19.5 الجسم 18 من 6 حكام و 18.5 القوائم 15 3 مرات 15.5 15 مرتين 15.5. أما بالنسبة لحركة الفحل مهاب بي اتش ام مرتين 19 مرتين 19.5 وثلاث مرات 19 ليصبح المجموع 91 نقطة. ستاليون 257 مهاب بي اتش ام owned by مستر طلال حميد محمد حميد المسكري got a total of 91 points. نتابع نتيجة الفحل 258 إي إش رشيق للمالك محسن حسين حسين عمارة. الهوية العربية 19.5 19 مرتين 19.5 19 19 مرتين. الرأس والعنق 19 مرتين و 19.5 ثلاث مرات 20 19.5. الجسم 18 مرتين 17.5 و 18 أربع مرات. القوائم 15.5 مرتين 15 15.5
3 مرات 19 5 مرات 18.5 19 ليصبح المجموع 90.93. The total points is 90.93 for the styling number 258 ES Rashiq owned by Mr. محسن حسين حسين عمارة. نتابع مع النتائج. الفحل 259، جي قركشان ملك مربط البيرق للعربية. للتفاصيل هوية العربية 3 مرات 19.5 20 19 19 الرأس والعنق 19 3 مرات 19.5 19 مرتين 19.5 الجسم 18 مرتين 17.5 و18 من باقي الحكام. القوائم 15.5 16 15.5 16 15.5 15 و16. اما بالنسبه لي الحركه 4 مرات 19.5 20 19 20 مجموع الفحل 92 نقطه. ستاليون 259 جي غركشان اوند باي البيرق ارابيان هورس ستاد جوت ا توتال اوف 92 بوينتس. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. We'll announce the last result for the last contender in few minutes, in few seconds. تابع نتيجة الفحل 260 حيزوم للمالك السيد زياد عبد الله ابراهيم كلداري. الهوية العربية 19 بإجماع الحكام. الرأس والعنق 19 أيضا بإجماع الحكام. الجسم 18 18.5 و18 ثلاث مرات 17.5 مرتين. القوائم 15.5 ست مرات و15. أما الحركة 19 ثلاث مرات 18.5 19 19.5 19 ليصبح المجموع 90.36. The total points is 90.36 for the styling number 260 حيزوم
owned by Mr. زياد عبد الله إبراهيم كلداري. إلى السبع مراكز الأولى to the ranking. إذن في صدارة هذا الشوط الفحل 259 جي قرقشان، والمركز الثاني الفحل 255 أي اتش ام متغطرس، المركز الثالث الفحل 251 روان الهواجر، المركز الرابع الفحل 257 مهاب بي اتش ام، المركز الخامس الفحل 253 ربدان ار، اما المركز السادس الفحل 258 الى المركز السابع الفحل 256 عنبر الابديع. فليتفضل مشكورة الشيخ محمد بن سعود القاسمي لتتويج الفائزين بهذا الشوط. نبارك للمركز الأول جي قرقشان، نبارك لمربط البيرق للخيول العربية المركز الأول، ألف مبروك. وفي المركز الثاني اي اتش ام متغطرس، نبارك لي المالك أحمد حمد سليمان المطلعي اليماحي، ألف ألف مبروك. وفي المركز الثالث روان الهواجر، نبارك لي المالك صالح سعيد محمد وفي المركز الرابع بي اتش ام مهاب ام نبارك لي المالك طلال حميد محمد. المركز الخامس ربدارك لي المالك محمد هيثم بن فريش الكندي، ألف مبروك. وفي المركز السادس اي اس رشيق، نبارك لي المالك محسن حسين حسين عمارة. في المركز السابع عنبر البديع، نبارك لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.